استنكرت عائلة ألبي ما بثته قناة الجزيرة القطرية، والذي لا يمت بصلة ولا يعبر عن واقع المجتمع البحريني المتلاحم والمتماسك، وجددت العائلة ولاءها المطلق والراسخ ووقوفها صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك المفدى، معربة عن تأييدها التام لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات ردا على المحاولات المغرضة التي تتبناها قطر.